في تركيا قرر أردوغان عزل محافظ البنك المركزي بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة لمواجهة انهيار سعر الليرة التركية. يأتي قرار أردوغان بعد نحو 3 أسابيع من إعلان معارضته لسياسة البنك المركزي وتعهده بحل حاسم لخفض أسعار الفائدة الرئيسية من مستواها الحالي البالغ 24%. للتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ محمد نجم الباحث الاقتصادي. أستاذ محمد أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير. ماذا تعني هذه الخطوه؟ ماذا تعني هذه الخطوه من قبل اردوغان عزل محافظ البنك المركزي، وايضا يعني السياسه الخاصه بهذا الشخص محافظ البنك المركزي في مساله رفض خفض اسعار الفائده؟ لو توضح لنا يعني اقتصاديا ماذا يعني هذا؟ القرار يعتبر تصعيد خطير جدا للصراع الممتد ما بين الرئاسه التركيه والبنك المركزي التركي، الصراع ممتد من 2016. ده تصعيد خطير جدا جدا، الخبر سيء جدا لاي اقتصاد، اي اقتصاد يحصل فيه اقاله في غير موعدها الرسمي او تغيير في غير موعده الرسمي لمحافظ البنك المركزي، اخطر واهم منصب اقتصادي في اي دوله، ان يتم اقالته وازاحته بهذا الشكل خبر سيء جدا وسلبي جدا، وسينعكس فورا على كافه مؤشرات الاقتصاد التركي، سينعكس للسلب بالطبع. السبب هو الصراع الواضح لكل بسبب سعر الفائده. البنك المركزي التركي يتخذ سياسة نقدية متشددة لأن التضخم مرتفع جدا، التضخم وصل إلى مستويات تاريخية اقترب في الشهور السابقة من 20%، وبالتالي من الطبيعي جدا أن لما التضخم يرتفع أن يقوم البنك المركزي وهو صانع السياسة النقدية في أي دولة، من الطبيعي أن يقوم برفع الفائدة لكي يمتص آثار التضخم، لكي يحافظ على السيولة، لكي يحافظ على معدلات النمو قدر المستطاع. لكن رجب طيب أردوغان لا يريد ذلك. ليه؟ لأن سبب بسيط جدا، الرئيس التركي هدفه الرئيسي هو صنع شعبية، حتى لو صنع شعبية زائفة. وده بيحصل ازاي؟ لما معدل الفائدة بينخفض فالناس تروح تقترض أكتر، بتروح البنوك تاخد فلوس قروض أكتر، وبالتالي معدل النمو يرتفع، وبالتالي معدل البطالة ينخفض، فشعبيته تزيد. لكن هل ده اقتصاديا صحيح؟ ده غير صحيح. فاللي حصل انه الرئيس التركي ينظر فقط الى الجزء السياسي، او ينظر فقط الى شعبيته والحفاظ عليها في ظل خسارته لاسطنبول، وفي ظل نتائج كبيره حققتها المعارضه في الانتخابات السابقه بسبب الملف الاقتصادي. فالرئيس التركي بيحاول ترميم الشعبيه المترديه لحزبه عن طريق الاقتصاد، فبيحاول ان هو يصنع شعبيه زائفه عن طريق تسهيل الاقتراض، وتسهيل الاقتراض لم يحدث بسعر فائده مرتفع، وهو ده سبب الصراع الرئيسي، انه الرئيس التركي عايز يخفض الفائده، ومحافظ البنك المركزي التركي شايف انه لازم نرفع سعر الفائده او نثبته. هو ده الصراع. طيب هو ده السبب الحقيقي. ما الخطوه القادمه استاذ محمد في هذه الحالات؟ ماذا يحدث في الخطوه القادمه؟ يعني هل سيعين محافظ جديد ينفذ او يطبق سياسته او وجهه نظره؟ ماذا سيحدث يعني في هذا المنصب؟ المفترض ان البنك المركزي في اي دوله هو مستقل، لا يخضع للسياسات الحكوميه. الرئيس يقوم بتعيينه، لكن الرئيس ليس من حقه وفقا للدستور، في اي دستور ليس من حقه ان يتدخل في عمل البنك المركزي. تابعنا الفتره السابقه صراعات ما بين الرئيس دونالد ترامب وبين محافظ البنك المركزي الامريكي، لكن لا يستطيع دونالد ترامب ان يضغط على محافظ الرئيس الاحتياطي الفدرالي الامريكي. نرى هناك صراعات ما بين رئاسه الدوله ومحافظي البنوك المركزيه، لكن لم يصل الامر اطلاقا الى الدرجه التي وصل اليها في تركيا. المتوقع الفتره القادمه ان هو الرئيس التركي قام بتعيين نائب المحافظ الحالي الذي تم اطاحته، تم تعيينه مؤقتا في منصب المحافظ، لكن هل النائب سيقوم بتنفيذ اجنده اردوغان؟ لا اعتقد انه سيقوم بذلك. اعتقد ان الرئيس التركي سوف يتجه الى تعيين محافظ اخر يخضع لسياساته وينفذ ما يمليه عليه الرئاسه التركيه، لكن في النهايه هذا الامر غير صحيح، هذا الامر يضر بالاقتصاد التركي بشده. تنفيذ سياسه اردوغان التوسعيه في الاقتصاد واستهداف تحقيق معدلات نمو مرتفعه على حساب الامان الاقتصادي، على حساب صحه الاقتصاد التركي، ستنزل بكارثه. الكارثه بدات بالفعل منذ نهايه 2018 حين دخل الاقتصاد التركي في انكماش هو الاعنف من 10 سنوات، لكن ستكون هناك كارثه اكبر.
سيزداد الانكماش، سيزداد النمو في التراجع، ستزداد البطاله في الارتفاع، البطاله كانت 10% الان اصبحت 14%، ستكون الفتره القادمه 16% و17%، سيحدث مؤشرات اقتصاديه اسوأ بكثير من الحادثه حاليا، وبالتالي سياسات اردوغان وان كانت تصنع شعبيه دائفه الا انها في النهايه شعبيه مؤقته وقصيره الاجل، لكن على الاجل المتوسط والاجل الطويل فالاقتصاد التركي ينتظر مستقبل سيء للغايه. طيب كيف سينعكس هذا او ستنعكس يعني هذه الخطوات على المواطن التركي فيما بعد؟ يعني هو يريد الشعبيه كما ذكرت حضرتك فيقوم بهذه الاجراءات وربما ياخذ شعبيه مؤقته كما ذكرت يا استاذ محمد، لكن في المستقبل يعني كيف ستنعكس هذه الاجراءات على المواطن التركي؟ هل ستنعكس على فرص العمل؟ هل ستنعكس على مستوى الدخول؟ هل ستنعكس على الاسعار الخاصه بالسلع والخدمات؟ كيف ستنعكس؟ في حالة أن تقلد منصب محافظ البنك المركزي رجل تابع وينفذ لتعليمات أردوغان ترى انخفاض لمعدلات الفائدة قريبا، لكن هذا الانخفاض بالفعل سوف يؤثر على الأجل القصير على معدلات النمو، قد تنخفض البطالة في الست شهور القادمة انخفاض طفيف، سيكون انخفاض مؤقت، لكن على الأجل المتوسط والأجل الطويل سنرى حالات إفلاس للشركات، سنرى إفلاس أكبر من السابق، سنرى تعثرات أكبر، سنرى الاستثمار الأجنبي يتخرج بمعدل أسرع، وبالتالي على الأجل المتوسط سيحدث ارتفاع في البطالة، وبالتالي هذا سينعكس على حياة الناس اليومية، سنرى ارتفاع في معدلات التضخم، وبالتالي هذا سينعكس على ارتفاع أسعار السلع وعلى القدرة الشرائية للمواطن. من اليوم في اللحظة التي نتحدث فيها سنجد الليرة التركية تنخفض بفضل هذا بسبب الإطاحة بمحافظ البنك المركزي، انخفاض الليرة التركية سيؤثر على القدرة الشرائية للناس، القدرة الشرائية على حياتهم اليومية، وبالتالي على الأجل القصير قد يحدث بعض التحسن الزائف، لكن على الأجل المتوسط والأجل الطويل سنرى تأثر سلبي للغاية على حياة المواطن والحياة اليومية للناس. طيب سؤال أخير لحضرتك أيضا أستاذ محمد، على ماذا يعول أردوغان؟ يعني هو بالتأكيد يعلم نتيجة هذه السياسات في المستقبل، حتى ولو كان هذا المستقبل ليس بقريب، ولكن في المستقبل البعيد حتى يعلم هذه السياسات، على ماذا يعول؟ هل يعول على وأصلا علاقاته بأغلب الدول الآن علاقات متوترة، فعلى يعني على ماذا يعول في المستقبل البعيد حتى في تحسين الاقتصاد التركي؟ أنا أعتقد أنه الرئيس التركي لا يفهم مبادئ الاقتصاد، وهذا ليس رأيي أنا فحسب، لكن هناك عدد كبير جدا من المحللين الأتراك قالوا نفس الأمر، أن الرئيس التركي لا يدرك ما يفعل، لا يستوعب أثر هذه السياسات المتبعة. الرئيس التركي دخل في مرحلة من الغرور والصلف والكبر غير مسبوقة. مرحلة الصلف والغرور كانت تقتصر على السياسة في السنوات السابقة، لكن ما بعد الانقلاب الفاشل وبعد الانقلاب الفاشل كان يريد صنع شعبية أكبر وترميم ما خسروا في هذه الفترة، فبدأ يدخل في مرحلة الاقتصاد وفي تشويه الاقتصاد وفي التدخل في السياسات الاقتصادية بما لا يستوعب وما لا يفهم عن أثر هذه السياسات وهذه القرارات. هو يعول على الأجل القصير، يعول على الانتخابات البلدية التي خسرها ويريد أن يرمم ما تبقى من شعبية بأي شكل بأي طريقة، اتحاد القروض للجميع بفائدة مخفضة، خفض البطالة على الأجل القصير، رفع النمو على الأجل القصير، لا ينظر إلى المستقبل، لا ينظر فقط تحت قدمه. وصلت فكرتك أستاذ محمد نجم الباحث الاقتصادي، أشكرك شكرا جزيلا لك.